فضل الشيخ محمد الحمد لله على السلامة. وبعد إذنك بس في الفصل الأولاني اتكلمنا على موضوع المبادرة والشيخ أحمد سلامة، فما معنى المبادرة بإيجاز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما يسمى بكلمة مبادرة وقف العنف، وهذا المصطلح مكتوب بنصه على أحد كتب الجماعة الإسلامية التي قدمت تراجعات في هذا الشأن، أو ما يسمى بالتوبة أو نحو ذلك من المصطلحات، أو تصحيح المسار الفكري للجماعات الإسلامية ونحو هذا. كل هذه مصطلحات معناها أو فائدتها أن الأمن بعد القبض على عدد كبير من الإسلاميين وتعرضهم لضغوط ونحو ذلك، أراد أن يقدم هؤلاء المسجونون وهؤلاء الذين تم القبض عليهم، أراد أن يقدموا بأنفسهم كما يقولون مراجعات فكرية أو أدلة شرعية تثبت أنهم كانوا على باطل وعلى خطأ، وأنهم وضعوا الأحكام في غير محلها، وأنهم يقدمون مبادرة جديدة أو إثبات حسن نوايا جديدة تفيد تراجعهم، بل تراجعهم بأدلة عما كانوا عليه. فمن هنا ظهر طارة مصطلح التوبة، أي التوبة عما كانوا عليه، وقاده كما نعلم من سنوات طويلة، وأتى في التلفزيون الإعلام حسن الهلاوي وبعض من كان معه، وظهروا على شاشات التلفاز يعلنون خطأ ما كانوا عليه، يعلنون خطأ الجماعة الإسلامية. ولما تم الهجوم عليهم بشراسة تم تغيير العنوان إلى مسمى مبادرة وقف العنف. وطبعا هذه يعني نوع من التلاعب في الألفاظ، مفادها في النهاية إظهار تراجع هذه الجماعات عن أفكارها وأدلتها، وبيان أنهم كانوا على خاطئ وعلى باطل، وأنهم يقدمون الأدلة والبراهين على ذلك. والأمن يهتم بهذه المسألة جدا حتى يبين أنه كان على صواب من البداية، وحتى كل الناس هؤلاء هم رموز الجهاد ورموز الحركات الإسلامية، يعلموننا أنهم كانوا على باطل، وأنهم أيضا يذكرون أدلة على ذلك، وليس فقط مجرد إعلام مجرد حتى لا يقول أحد أنهم ضغط عليهم أو أكرهوا، وإنما يهتم جدا بأن يذكروا أدلة أو شبهات بتعبير أدق، حتى يبين للناس أن هذه قناعات وليست مجرد آراء مجردة. يعنينا في الحلقة اليوم ما ذكره أنور عكاشة، فهل أنور عكاشة من ضمن المتراجعين أو المتساقطين كما يقولون أو المتخاذلين؟ هل يندرج عليه نفس الكلام حيث أنه اتهم الشيخ أحمد سلامة بموافقته على مبادرة وقف العنف؟ فما قولك في هذا؟ والله قولي، وهذا الأمر يعلمه أنور عكاشة ذاته، ويعلمه كل من عاصر أحمد سلامة، ونحن كنا معه من عام 98، وكنت معه شخصيا من عام 98 في سجن العقرب، ثم سجن المرج، ثم سجن أبو زعبل أو سجن أبو زعبل والمرج والاستقبال وغير ذلك. الجميع يعلم أن أحمد سلامة لم يقدم لا أي تنازلات، لا مبادرة ولا غير مبادرة، وأن أنور عكاشة هو الذي قدم في هذا المجال وكتب في هذا المجال وكان من الدعاة فيه. وللأسف الشديد فإنه سواء أنور عكاشة سواء كثير من الجماعة الإسلامية كنجح إبراهيم وكرم زهد وغير ذلك يحاولون بشدة إثبات أن كان هناك كثير من القيادات موافقة لهم، حتى يبينوا أنهم ليسوا وحدهم الذين فعلوا هذا الأمر، وليسوا وحدهم المتساقطين، وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين عن المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الفاحشة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن الكافرين: ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال أحد السلف: ود كل كافر لو كفر كل الناس، وود كل منافق لو نافق كل الناس، وودت كل عاهرة لو فجرت كل نساء حتى لا يعيب أحد على أحد. كذلك من المهم جدا أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. معنى الحديث ببساطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك طائفة في هذه الأمة لا تزال قائمة بالحق، وهذه الطائفة لا يضرها طرفين، من خذلهم ولا من خالفهم. من خالفهم هو الذي خالفهم من البداية وقال من البداية أنهم مخالف لهم وأنهم على باطل وهاجمهم، ومن خذلهم هو الذي صار معهم بعض الطريق ثم رجع عنهم بعد ذلك. وهنا نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قدم فتنة المخذل على فتنة المخلف، فقال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأن الذي يسير معك بعض الطريق والذي يمشي معك على طريق الحق ثم يرجع فتنته أشد من الذي خلفك من البداية، فالناس يقولون لولا أنه علم أنك على باطل لما رجع عنك. ومن هنا كانت فتنة المنافقين والمرتدين أشد جرما من فتنة الكفار الأصليين، لأن الناس يقولون هؤلاء كانوا على الإسلام ثم رجعوا عنه فلا بد أنهم اكتشفوا أخطاء في الإسلام، هكذا يقولون. فهكذا نلحظ أن كل من رجع عن طريق الحق يحاول أن يلحق بنفسه طائفة من أهل الحق ويريد أن يزعم أنهم مؤيدون له حتى لا يظن الناس أنه كان وحده أو لا يرمى بنقيصة ونحو ذلك. نبذة بس سريعة تاريخية، من هو أحمد سلام ومبروك؟ نبذة تاريخية عشان المشاهد لا يعلم عنه كثيرا، نبذة تاريخية كده. أحمد سلام ومبروك يعني شاب نحسبه على خير ونزكى الله أحده، أو كان من جيل الشباب الذين التزموا في السبعينيات، فالتزم بداية دينية جيدة ثم التحق بما يسمى بفكر الجهاد في آخر فترة السبعينيات، وصار مع الإخوة المجاهدين مع محمد عبد السلام فرج الذي حصل على إعدام عام 81 ونحو ذلك، وكون مجموعة جهادية صغيرة وقبض عليه إثر أحداث عام 81. دخل السجن لمدة 7 سنوات وخرج عام 88، أراد أن يعمل مرة أخرى، لم يلبث كثيرا في المراقبة لأنه كان عليه مراقبة لمدة 5 سنوات، ولكنه استطاع الهرب وسافر إلى أفغانستان ليلحق بالشيخ أيمن الظاهري والإخوة المجاهدين هناك. ظل على عمله وتبوأ مناصب عديدة كما علمنا بعد ذلك، لأننا طبعا لم نكن معه في هذه الفترة أو لم أكن شخصيا معه في هذه الفترة في الخارج. وظل هكذا وكان هاربا ويعمل مع الإخوة في الخارج إلى أن قبض عليه عام 98 مع إخوة الجهاد الشيخ أيمن الظاهر الشيخ أسامة بن لادن ونحو ذلك، كان يعمل معهم أو ما يسمى بإخوة القاعدة كما هو الاسم المشهور يعني. وظل معهم إلى أن سافر في أحد السفريات إلى أذربيجان، وقبضت عليه المخابرات المركزية الأمريكية هناك وسلمته إلى الحكومة المصرية، وعاد ليدخل السجن في قضية تشتهر باسم قضية ألبانيا عام 98 أو العائدون من ألبانيا، حقق معه عدة أشهر ثم أتى السجن في نهاية عام 98، وما زال حتى الآن وهو حصل على تأبيدة أو 25 سنة، نسأل الله العافية له ولجميع المسلمين. شكرا جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام.